أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. هدنة غزة المتعثرة، قطر تراجع وساطتها، ومكتب حماس بالدوحة مهدد على ما يبدو وبقوة، والسؤال هل تقبل الحركة دعوة الحوثي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على عضو بارز بمكتب حماس السياسي السيد حسام بدر. الاتفاق الأمني المرتقب ما بين الرياض وما بين واشنطن نناقشه الليلة في خارج الصندوق. والأسد يغازل العرب ويتحدث عن مفهوم لعروبة حضارية شاملة مبنية على تنوع عرقي وديني واندماج، ونحن نتساءل ما الذي يعنيه ذلك. الترقب كما يقال هو سيد الموقف. الأنظار كانت قد اتجهت إلى القاهرة خاصة مع المقترح المصري لعقد هدنة في غزة، والخبر وعكسه موجود كما تلاحظون حضرتكم في معالجتنا الإخبارية. هناك أنباء تتحدث عن أن هناك بوادر إيجابية للغاية، وأن مجلس الحرب وخاصة يأوف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نتنياهو بأن المقترح المصري جيد ويمكن البناء عليه، وأنه قد يمثل صفقة جيدة ومناسبة على حد تعبيره بالنسبة لإسرائيل. كانت أنباء أخرى كانت قد تحدثت أيضا عن أن هناك مؤشرات إيجابية أيضا من جانب حركة حماس، وأن ثم التعاطي إيجابي من الحركة ومرونة خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. نتنياهو كان قد سبق وعادته في التعامل مع أي أنباء متعلقة بالصفقة، ذكر أنه لن يسمح بإيقاف هذه الحرب من ناحية، ولن يقبل بأي اتفاق يؤدي إلى إيقاف الحرب من ناحية أو تقديم تعهدات لذلك. أيضا أي شيء يمكن أن يجعل حماس تبقى في المشهد في غزة كما كان قبل 7 أكتوبر. على أي حال، حتى اللحظة ليست هناك ردود رسمية وواضحة، وهناك آمال حول عقد مثل هذه الصفقة. ويليام بيرنز سيكون في رئيس الاستخبارات الأمريكية سيكون في إسرائيل غدا، وبالتالي هناك أيضا انتظار ربما لإجابة جديدة. اللافت للنظر أيضا ما تم الإعلان عنه وبات أقرب إلى ما يشبه واقع جديد يمكن أن تواجهه حماس، وهو ما نقلته وسائل إعلام عديدة من أن الدوحة تفكر بالفعل في عدم وجود قادة الحركة على أراضيها مبكرا أو كما يقال قريبا، خاصة وأن هناك مراجعة أعلنت عنها قطر بشكل واضح وصريح لدورها في الوساطة التي تطلع بها. بالتأكيد قطر في موقف صعب للغاية، هي تتعرض لضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى تمارس بدورها ضغوط على قادة إسرائيل أو عفوا على قادة حماس، باعتبار أن قادة حماس على أراضيها. في نفس الوقت قطر تحاول أن تلعب دور الوسيط، بمعنى أن يكون محايدا ولا يفرض شروط معينة على طرف بعينه. هذه المعادلة يبدو أنها لن تستمر ولن تستطيع قطر أن تستمر فيها، وبالتالي بدأ الحديث من جديد عن مسألة مطالب أمريكية لقطر بالضغط على قادة حماس للخروج من أراضيها. والتحليلات تشير إلى أن هذا الأمر قد يكون ورقة تحاول الولايات المتحدة اللعب بها من أجل الضغط على حركة حماس للقبول باتفاق وقف إطلاق النار. نطرح هذه الأسئلة وغيرها على القيادي البارز في المكتب السياسي لحركة حماس، ينضم إلينا من الدوحة السيد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس. مرحبا بك سيد حسام. بداية أرجو أن تكون لديك بعض الأنباء، أعلم أن القرارات النهائية والمعلومات النهائية المتعلقة بالهدنة أو الاتفاق بالتأكيد لم تؤخذ، ولكن ربما تكون لدى حضرتك بعض المؤشرات التي يمكن إشراك الرأي العام العربي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أننا نخوض هذه المرحلة من التفاوض بكامل الجدية والإيجابية والحرص على الوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب الإجرامية ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. الجولة الأخيرة احنا وفدنا كان موجود في القاهرة خلال اليومين الماضيين، وخلال الساعات القليلة القادمة من المتوقع أن يصل إلى الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات والنقاشات الداخلية
في قيادة الحركة. أثناء وجود الوفد في القاهرة طبعا عقد عدة لقاءات مع الإخوة المصريين والإخوة القطريين حول المقترح الأخير الذي قدم لنا قبل عدة أيام، ونحن أعلننا حتى في وسائل الإعلام بأن احنا ننظر بإيجابية ونذهب بروح إيجابية عالية للتوصل إلى اتفاق، في حين بالمقابل كان واضحا للناس كله، لأن لا يحتاج إلى تحليل، أن نتنياهو لم يرسل أصلا وفدا إلى القاهرة، ثم هو يقول في وسائل الإعلام هو شخصيا وغيره من قياداته السياسية والعسكرية بأنه غير معني بوقف إطلاق النار، أو أنه لا يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار. إذا كان عنوان التفاوض أصلا، العنوان الذي نناقشه دوما، هو مفاوضات أو مباحثات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فبالتالي إذا لم يكن نهاية هذا التفاوض وقف هذا العدوان وهذه الحرب، هو يقال أن الاختلاف سيد حسام بأن حماس تقول وقف الحرب، في حين أن ما تريده إسرائيل أو الوفد الأمن الإسرائيلي يتحدث عن وقف لإطلاق النار. ويقال أن يوف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نتنياهو أن المقترح المصري الحالي ربما يكون بمثابة صفقة مناسبة. ما هو تعقيبكم على الأمر؟ هل أنتم مصرون فعلا على ضمانات لوقف الحرب بعد هذه الهدنة، أم أنكم تقبلون مرحليا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار؟ هو العبرة ليست بالألفاظ، إحنا ما يعنينا هو المضمون النهائي اللي إحنا ذاهبين إليه ونريد أن ينفذ على الأرض. يعني بمعنى هم في أكثر من مرة حاولوا أن يستخدموا عبارات مختلفة، اللي إحنا حريصين عليه وأنه يكون هناك عبارات وموقف واضح لدى الوسطاء بأن الاحتلال في نهاية هذا التفاوض سيوقف هذا العدوان بشكل كامل ونهائي ويسحب كل قواته الموجودة على أرض قطاع غزة. هذا بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وهذا بالمناسبة ليس موقفنا في حماس. نحن نجري مفاوضات وحوارات ونقاشات في كل مرة مع كل الفصائل الفلسطينية، خاصة الفصائل المقاومة المشاركة في هذه المعركة، ونبض الشارع الفلسطيني في غزة الذي يصلنا بشكل يومي أنه هم غير معنيين رغم كل الدمار، غير معنيين بهدن مؤقتة ثم يعود الاحتلال إلى ما كان عليه من القتل والدمار. شرط وقف القتال. كيف يأتيكم هذا النبض من آراء الشارع في غزة الذي نشاهده على شاشات التلفزيون وهو يئن ألما ولا يستطيع تحمل هذه المعاناة بعد 7 أشهر، أم أن حضرتك تقصد الجناح السياسي لحماس في غزة وهو السيد السنوار؟ لا لا، أنا عندما أتحدث عن قيادة حماس فأنا أتحدث عن قيادة حماس حيثما وجدت، في قطاع غزة أو في الخارج أو في أي مكان موجود فيه هذه القيادة. أنا أتحدث عن نبض الشارع الفلسطيني في قطاع غزة، واللي إحنا إلنا تواصل معه بشكل واضح ومباشر، هو يعاني وهو الذي يدفع الثمن الأكبر، وهو الذي لا يريد العودة إلى يعني اتفاقيات مؤقتة ثم يعيد الاحتلال مرة أخرى القتل. لذلك بالنسبة لنا هذا خط أحمر واضح. الفرق بيننا وبين الاحتلال بالمناسبة، وأنت لعلك ذكرتي في سؤالك، أنه الاحتلال مختلف حتى فيما بينهم. يعني نتنياهو مع حكومته أو مع أعضاء في داخل الحكومة هو مختلف، مع المعارضة مختلف، مع جزء كبير من الشعب الموجود لديه، بعكس الموقف الفلسطيني هو موقف واضح وواحد وموحد بالمناسبة من الجميع. وأنا أعتقد حتى كل من يتابع تفاصيل هذا التفاوض عن قرب خلال الأشهر القليلة الماضية يدرك أن الأزمة كانت وما زالت لدى نتنياهو بشكل شخصي. طيب، أريد أن أعقب قبل أن نطرح أسئلة أخرى على ما ذكرته حضرتك، لأن من يستمع إلينا ربما يكون عالق في ذهنه سيد حسام هذه المشاهد التي تطالب لأهالينا في غزة وهم يطالبون حماس بضرورة توقيع صفقة حتى يتم وقف هذه الحرب. هناك مناشدات لكم في هذا الأمر، في حين أن حضرتك تقول لي أن ما يأتيكم من نبض يقول لكم لن نقبل بهدنة حتى ولو مؤقتة. نعم، هذا صحيح. نحن لا نكتفي بما ينشر عبر وسائل الإعلام من مقاطع وفيديوهات هنا وهناك، نحن نعيش قيادتنا وعناصرنا وأبنائنا منتشرون في قطاع غزة، وهم أيضا جزء أساسي وأصيل من شعبنا الفلسطيني الذي يعاني هناك. نحن مدركون ونعرف تماما ما هو المطلوب لدى شعبنا الفلسطيني، وإحنا تجربتنا حتى في 7 أيام التي يعني قمنا فيها بعمل هدنة في بداية الحرب، لا، شعبنا لا يريد أن يعود إلى حلول مؤقتة أو حلول جزئية، هو يريد أن يذهب إلى وقف إطلاق نار نهائي وشامل وواضح لا يقبل. ولكن هذا هو موقف قيادة حماس ربما في
غزة، ولكن الشعب يقول وفق فيديوهات حضرتك شخصيا تشاهدها يقول شيء آخر، لم نعد نستطيع أن نتحمل أكثر من ذلك. وبعض هذه الفيديوهات سيد حسام اسمح لي تحمل حماس مسؤولية المشهد وكل ما لحق بها من دمار في غزة. يعني إحنا شعبنا الفلسطيني حيثما كان وبالذات في قطاع غزة يعني هو على الرأس دوما، نحن من أجله خضنا هذه المعركة ونقدم هذه التضحيات ونشارك شعبنا على الأرض وفي الميدان من أجل تحقيق يعني أمالنا وطموحاتنا السياسية والخلاص من هذا الاحتلال الذي يشتم على صدورنا منذ أكثر من 70 عاما. كما قلت لك يعني إحنا متابعين بشكل يومي ومباشر ومتواصلين مع مختلف الفصائل مع مختلف المكونات. بمناسبة مختلف الفصائل، من مختلف الفصائل بالتأكيد فصيل كفتح، اليوم في لقاء مع العربية القيادي في حركة فتح موفق مطر قال إن حماس تبحث في المفاوضات عن حماية قادتها وكيفية إبقاء سيطرتها على القطاع. يمكن أن تستمع إلى هذا التصريح سيد حسام بالصوت والصورة حتى تعاقب عليه. أعتقد أن المفاوضات التي تحدثتم عنها في تقريركم أعتقد أنها ليست من أجل موضوع الأسرى وحسب، سواء الأسرى الفلسطينيين ولا حتى الرهائن الموجودين لدى حماس. أعتقد أنها هي لتأمين خروج آمن سواء لرؤوس قيادات حماس في قطاع غزة أو كيفية الإبقاء على سيطرة حماس على قطاع غزة. استمعت إليه سيد حسام، ما هو تعقيبك؟ يعني هذا الأمر لا يستحق الرد طبعا. إحنا علاقتي أنا شخصيا من خلال موقعي في العلاقات الوطنية مباشرة مع كل قيادات حركة فتح، قيادات حركة فتح معروفة و معلومة لدى الناس ولجنتها المركزية. احنا التقينا بجزء منهم في الصين قبل ايام والتقينا ببعضهم بالدوحة وفي اسطنبول خلال الاسبوع الماضي. الموقف الرسمي الذي يعني نسمعه حتى من حركة فتح طبعا يعني مختلف عن هذا الكلام الذي يعني يقوله شخص يعني الله اعلم يعني ما هو دوره اذا كان له دور في حركة فتح اصلا. يعني هو عضو المجلس الثوري، ولكن قل لي ما الذي حدث في مفاوضاتكم مع فتح؟ هل اقتربتم من اتفاق ما؟ خاصة وان هناك تصريحات ايضا لبعض المسؤولين المقربين من الرئيس ابو مازن تقول انه لا جديد ولا تقارب بينكم. يعني قبل ان اجيب على هذا السؤال بس انا للتوضيح، احنا نفاوض منذ حوالي يعني تقريبا 5 أو 6 شهور في هذه المعركة تفاوض غير مباشر، وكل الأطراف يعرفون كل الفصائل نحن نطلعها على ما يجري من التفاوض. لا يوجد مطلب واحد لا يوجد يخص حركة حماس ولا يخص قياداتها. هذا أمر بالنسبة لنا غير مطروح، ونحن نبحث عن ما يصلح أوضاع حال شعبنا الفلسطيني وحساباتنا الشخصية كقيادات وكمسؤولين. هذا طبعا يعني نحن لا نضعه في هذه التفاوض ولا في غيره. اللقاء اللي تم في الصين هو لقاء تم بدعوة من الخارجية الصينية، وهي دعوة طبعا مقدرة ومحترمة من بلد يعني له طبعا الدور الكبير على مستوى الدولي، والتقينا لقاء ثنائيا وثلاثيا أيضا مع الصينيين، لكن ثنائيا نحن والإخوة في حركة فتح، وهو لقاء طبعا أولي في الصين، وجرى التوافق على العديد من النقاط كجدول أعمال للقاء القادم. طيب ربما يعني أتمنى أن يتسع صدرك لتعبير هذا لقاء مبدئي وجدول أعمال، والشعب يعاني بهذه الصورة في غزة، هذه مسألة صعبة للغاية. ولكن دعنا من هذا الأمر لندخل على النقطة أيضا التي هي مطروحة للنقاش بشكل كبير وفقا لمصادر إعلام عديدة تشير إلى أن قطر اتخذت القرار بالفعل بمغادرة قادة حماس للدوحة. ما مدى دقة هذه المعلومات؟ واسمح لي أيضا ربما عضو المجلس الثوري لحركة فتح موفق مطر أشار إلى معلومة أريد أن أتأكد من حضرتك منها، ولكن نستمع إليه. قيادة قطر أرادت بعد حوالي أسبوع من 7 أكتوبر طرد قيادات حماس من قطر، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من القيادة القطرية إبقاء قيادة حماس من أجل أن تكون الوسيط معهم لتخليص الرهائن لدى حماس. هل هذه المعلومة صحيحة؟ أعطي لحضرتك حق الرد.
لا، أنا أريد أسمع السؤال منك، أنا لا يعني ما يقول هذا. هو أنا لا يقول، أعرف. هو يقول أنه بعد أحداث 7 من أكتوبر طلبت أمريكا من قطر ضرورة خروج حركة حماس من أراضيها وطردهم للخارج، هل هذه المعلومة صحيحة؟ هل طلب منكم؟ يعني إذا السؤال منك بجاوبك، أما السؤال من آخرين يعني لا، بالنسبة لي لا يعني ليش يعني. تفضل سيد حسام. يعني شوف، إحنا أولا قيادة حركة حماس، نحن قيادة حركة تحرر وقيادة مقاومة، وكما قلت لك قبل قليل لا يوجد مطلب واحد في التفاوض متعلق بقيادة حركة حماس، لأن إخواننا القطريين طبعا أنا لست ناطقا باسمهم، هم قادرون على التعبير عن مواقفهم السياسية والإعلامية، وهم ذكروا ذلك في أكثر من مرة. إحنا أنا أقول كلام واضح لكل الناس، يعني أكيد هو الولايات المتحدة ترى تضغط على كل العالم بالمناسبة فيما يخص حماس، هي تلاحق حتى صوت الطلاب الذي يعني يخرج في الأرض الأمريكية وحتى في أوروبا وفي غيرها، هناك ضغوط كبيرة من الولايات المتحدة للضغط على حركة حماس. إحنا بالنسبة لنا كقيادة حماس، إحنا أشخاص وقيادة غير قابلة للضغط باختصار. يعني الذي يجري في قطاع غزة من دمار واستهداف ليس فقط لشعبنا طبعا، وإنما كمان لقياداتنا العسكرية والسياسية، يعني إذا لم يكن هذا هو الضغط الأكبر فما هو الضغط الذي يتحدث عنه الناس؟ إحنا ما الذي تعنيه بأن القيادة غير قابلة للطرد؟ يعني مسألة الطرد لن تأتي منكم، ستأتي من الطرف المضيف وهي قطر. أنا قلت لك يعني قطر هم يعني يعبر عن أنفسهم وعن موقفهم. إحنا بالنسبة لنا داخليا في المكتب السياسي لم نناقش ولا مرة واحدة موضوع تموضع قيادة حماس، واللي هي بالمناسبة إحنا موجودين في أكثر من بلد أيضا في الخارج، كل تفكيرنا كل اهتمامنا هو في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وعن أهلنا خاصة في قطاع غزة، سواء في الميدان بالمقاومة أو في العمل السياسي. لم يطرح يا سيد حسام ولو لمرة واحدة حتى من باب أنتم تحسبون الحسابات، حضرتك تقول لي على الهواء أنك تعلم جيدا والمكتب السياسي لحركة حماس يعلم أن هناك ضغوط تمارس على قطر وعلى العديد من الدول الأخرى، لم تحسبوا حساب هذا اليوم؟ ماذا لو تعرضت قطر لمطالب أمريكية برحيل، خاصة وأن المتحدث باسم الخارجية القطرية قال أن استضافتكم أساسا على الأراضي القطرية كان بطلب من أمريكا. أنا قلت لك يعني الأخوة القطريين يعبروا عن أنفسهم، إحنا يعني ما حدا يخاف علينا من شعبنا ممن يحبنا أو ممن حتى يبغضنا، إحنا قادرين ندبر أنفسنا إن شاء الله تعالى في قيادة هذه الحركة وقيادة هذه المقاومة. إحنا أصلا مشاريع شهادة قبل أن نكون مشاريع للعيش في هذا البلد أو ذاك، لا أحد يقلق على قيادة حماس، ونحن لا نقلق على هذا الأمر ولا نحسب له حسابا كما قلت لك. ضيف سياسي صعب حضرتك سيد حسام. طيب دعني أسألك سؤال آخر، ماذا عن العرض المقدم من الحوثي لاستضافة حركة حماس في صنعاء؟ يعني أولا من حيث المبدأ هذا عرض يعني مقدر، ومشكورين الأخوة الحوثيين في اليمن، وهذا الأصل أن يكون الموقف العربي عموما هو احتضان الفلسطينيين واحتضان القيادات الفلسطينية المختلفة، لكن كما قلت لك هذا الأمر كله بالنسبة لنا هو ليس محل لا نقاش ولا متابعة ولا اهتمام في هذه المرحلة. طيب دعني أسألك سؤال أخير، يعني برنامجنا اسمه خارج الصندوق، هل تفكر حركة حماس بشكل مختلف في هذه اللحظات خارج الصندوق؟ لأن هناك أسئلة تتعلق بإعمار غزة، يعني حضرتك أكيد استمعت إلى التقارير التي تقول أن حجم الدمار والتهدم في البنية التحتية ربما يحتاج إلى أكثر من 17 عاماً فقط رفع هذه الأنقاض، ما بالنا بعدد السنوات المطلوبة لإعادة الإعمار، هل فكرتم بشكل مختلف في هذا السيناريو؟ يعني اولا هذه التقديرات جزء منها من اليائسين والمحبطين، انا عارف اني مش من طرفك طبعا، لكن هذا هو الذي يقال. اولا يجب التاكيد ان هذا الدمار كله سبب الاحتلال وليس اي سبب اخر، اكيد، ومع ذلك نحن مدركون انه الاعمار يحتاج الى جهود جباره على المستوى الوطني الفلسطيني، ولذلك نحن طرحنا منذ اليوم الاول تشكيل حكومه توافق وطني فلسطيني تدير الشان العام في غزه والضفه وتكون لديها اشراف على الاعمار، وبحيث تكون منفتحه وامامها مجال للتواصل مع العالم اقليميا ودوليا لتحقيق وتنفيذ اعاده الاعمار،
وبالتالي الدمار والخراب هذا الذي سببه الاحتلال هذا مسؤوليته أولا، ومسؤولية ربما المجتمع الدولي في أن يعني يقدم الشيء المقبول والمقبول. طب إذا شعرت حماس أنها ستكون عقبة أمام إعادة إعمار غزة بتواجدها في غزة، سواء من حيث إمكانية توفير التمويل أو اشتراطات المجتمع الدولي لمسألة إعادة الإعمار، هل تنسحب حماس من غزة إذا كان هذا هو الثمن، أن يكون ثمن انسحابها هو إعادة إعمار غزة؟ لا يوجد شيء اسمه انسحاب حماس من غزة، نحن موجودون بين أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة وفي الخارج، لكن إذا كان الحديث المقصود فيه هو يعني سحب الذرائع من المجتمع الدولي، نعم، التواصل مع جهات فلسطينية يعني غير حركة حماس، أنا قلت بشكل واضح نحن طرحنا حكومة توافق وطني فلسطيني من شخصيات وكفاءات وطنية فلسطينية، ليس بالضرورة أن تكون حزبية لا من حركة حماس ولا من غيرها، وإحنا كل ما في مصلحة شعبنا إحنا سنكون في المقدمة إن شاء الله عز وجل، سواء في التضحية وسواء في تقديم ما يمكن من إغاثة ومن مساعدات ومن إعادة إعمار. المشكلة لن تكون عند حركة حماس في أي لحظة من اللحظات فيما يتعلق في الأيام التي تأتي بعد نهاية هذه المعركة. نعم، السيد حسام بدران العضو البارز في المكتب السياسي لحركة حماس، شكرا لك على هذه المقابلة لخارج الصندوق. الاتفاق الأمني المرتقب بين الرياض وواشنطن في حلقة الليلة من خارج الصندوق، ولكن بعد الفاصل. سنفتح هذا الملف الليلة في خارج الصندوق باعتباره مثار جدل وتأويلات كثيرة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي كما تابعنا الذي انعقد في الرياض الأسبوع الماضي. تابعنا مع حضراتكم تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين فيما يتعلق بقرب التوصل إلى اتفاق أمني ثنائي ما بين الرياض وواشنطن. بعد الإعلان عن هذا التصريح تحدثت مصادر عديدة للغاية، وبدأ الحديث عن أن إدارة بايدن والمملكة العربية السعودية تعملان على وضع اللمسات الأخيرة على ما يسمى بالاتفاق الأمني أو الاتفاقية الأمنية. الاتفاقية الأمنية ربما ستتضمن العديد من الملفات في مقدمتها بالطبع المساعدات العسكرية، التكنولوجيا العسكرية، التسلح العسكري، أيضا التسلح النووي للأغراض المدنية، تبادل التقنيات الحديثة ما بين الرياض وواشنطن. المهم أن هذا هو محور الحديث بشكل كبير، لكن فجأة بدأت تظهر على الصورة موجة كبيرة من التكهنات، وخاصة في الصحف الغربية وأيضا لدينا في الداخل العربي، ربطت هذا الاتفاق بمسألة إقامة الرياض لعلاقة مع تل أبيب، وبدأ البعض يقول أن هذا سيكون مقابل هذا، بمعنى أن ستكون هناك اتفاقية أمنية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية المتحدة على أن تكون هناك علاقة أو إقامة علاقة واتفاق ما بين تل أبيب والرياض. دعونا نستمع أولا إلى ما قاله تحديدا وزير الخارجية السعودي حتى نفهم كيف تفكر المملكة العربية السعودية في هذا الأمر على لسان أحد أبرز مسؤوليها السياسيين. I think on the bilateral agreements between the Kingdom and the US, we are very, very close. Mm. Most of the work has already been done. We have the broad outlines of what we think needs to happen on the Palestinian front. أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معا فيما يتعلق باتفاقياتنا الخاصة، أعتقد أنه من المحتمل أن يكون قريباً جداً من الاكتمال، ولكن من أجل المضي قدماً في إقامة العلاقات سوف يتطلب الأمر شيئين: الهدوء في غزة ومسار موثوق به لإقامة دولة فلسطينية. زملائي ساعدوني بشكل أفضل، جاءوا بما قال به وزير الخارجية السعودي وما قال به أيضاً وزير الخارجية الأمريكي حتى تكون الصورة واضحة كيف يتحدث كل طرف بشكل رسمي. ينضم إلينا من الخبر الدكتور عبد الله فيصل الربح، أستاذ بجامعة جراند فالي الأمريكية والباحث غير المقيم بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن. مرحبا بك دكتور معنا على شاشة العربية. نريد أولا أن نفهم ويفهم المشاهدين
ما الذي يعنيه اتفاق أمني أو اتفاقية أمنية ما بين واشنطن والرياض؟ مساء الخير أستاذ رشا عليك وعلى جميع مشاهدي العربية. يفترض أن الاتفاق المنشود تطور ملموس في تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية باعتبار أنها ترجع إلى 8 عقود. التطورات الحالية بناء على التغيرات الاستراتيجية في المنطقة، تنامي القوة الإقليمية في المنطقة والسعودية، المملكة العربية السعودية إحدى أهم مع الولايات المتحدة، بالتالي مع تطور التكنولوجيا العسكرية المملكة العربية السعودية كدولة نامية وعندها طموح رؤية 2030 بقيادة شابة اللي هي سمو الأمير محمد بن سلمان تنشد تطوير في قدراتها العسكرية وقدراتها المدنية. لذلك بدأت المحادثات السعودية الأمريكية لتطوير القدرات التقنية بشكل عام والتقنية العسكرية بشكل خاص مع الولايات المتحدة كحليف استراتيجي يمتد إلى 8 عقود. طيب، هذه نقطة مهمة، ولكن البعض يسأل إذا ما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية هذه التكنولوجيا والتسلح العسكري، ما هو المقابل الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة من السعودية؟ البعض يربط بأن هذه الاتفاقية سيقابلها مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون المقابل إقامة علاقة ما بين إسرائيل والسعودية. جميل جدا، هناك نقطتان هنا. النقطة اللي نبدأ فيها كثير من الناس يتكلموا عنها تكهنات أن المملكة العربية السعودية في طور إقامة علاقات مع إسرائيل. إذا جئنا للجانب، أنا من مصلحة الجانب الأمريكي أن أقرب حلفائه اللي هو المملكة العربية السعودية وإسرائيل يكون بينهم سلام. لا شك أن الولايات المتحدة تنشر هذا الأمر. بالنسبة للولايات المتحدة سيوفر عليها الكثير من الموارد المالية والاقتصادية إضافة إلى الموارد الدبلوماسية في التنسيق الأمريكي لا يلام الأمريكان فيه، بل هو شيء مشهود ولا نستغرب أن الأمريكان يسعون لهذا. لكن نجي للجانب السعودي، هل إذا يقدمه للولايات المتحدة غير أن يقبل بالتطبيع مع إسرائيل؟ أكيد لديه. المملكة العربية السعودية لديها اليوم عدة أوراق لتفاوض عليها، وإسرائيل التطبيع معها يجب أن يكون من خلال مصالح واقعية إلى السعودية، ومن ضمنها الهجي وهو ضمان الحق الفلسطيني. لكن المملكة العربية السعودية لديها تنويع في مصادر التسلح، فيه علاقات عميقة جدا مع الصين. الولايات المتحدة غير راضية على أن المملكة لديها علاقات مع الصين. ونتذكر في 1985 عندما السعودية وقتها لم تكن لديها أي علاقة مع الصين، لكن اشترت صواريخ، والسفير الأمريكي وقتها انتقد المملكة، وقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الله يرحمه ذاك الوقت بإبعاد السفير الأمريكي من الرياض. طب عذرا أعود إلى مسألة أن هناك من يحاول أن يؤكد بشكل واضح، وحضرتك تتابع الجدل الدائر، بأن ثمن الاتفاقية الأمنية ما بين واشنطن والرياض سيكون إقامة علاقة ما بين إسرائيل والسعودية. صحيح أن هناك تأكيدات كما استمعنا من وزير الخارجية السعودي وأيضا الأمريكي، وربما هناك حديث أيضا سنستعين به الآن في الحوار للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، لكن الكل لا يضع في الاعتبار أو لا يبرز أن السعودية تحاول أيضا مسألة التأكيد على شروط الخاصة بوقف التصعيد في غزة، بوقف المستوطنات، وبأيضا وضع مسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية. هناك من يحاول أن يؤكد على أن هذا الأمر غير مطروح. لا بالعكس، يعني أولا من عملتها المملكة سنة 1981 اللي هي مبادرة الأمير فهد عندما كان وليا العهد، مرورا بمبادرة مع الأمير عبد الله الملك عبد الله لاحقا، إلى اليوم في أكبر في المملكة إلى أصغر مسؤول ضمان. مسألة إقامة علاقات مع إسرائيل ليست مرفوضة من ناحية. إحنا لدينا مشكلة في الصوت، في تلاعب في اللغة من قبل. تفضل. نعم، الصوت واضح الآن؟
نعم تفضل دكتور. هل استاذ رشا؟ نعم يا فندم تفضل. إذن من أول إلى الأمير فهد الملك 1988 إلى اليوم لم تغير موقفها، لا اتفاق إسرائيل ضمان الحق وحل الدولة. طبعا حتى سمو وزير الخارجية الأخيرة. طيب إذا كان يمكن أن نعدل الصوت قليلا دكتور، نستمع إلى هذا الكليب حتى يكون لديك فرصة لتعديل الصوت لأننا لا نسمع الصوت بشكل واضح. ما نشر في مقالات أيضا لتوماس فريدمان أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن اتفاقية أمنية، ولكن السعودية تضع شروط واضحة فيما يتعلق بمسألة إقرار مسار الدولة الفلسطينية وإيقاف الحرب في غزة وأيضا وقف موضوع المستوطنات. الجدير بالذكر أنه رغم كل هذه التكهنات والتوقعات والجدل المثار، هناك مواقف رسمية تصدر عن العلاقة أو تصدر عن المصادر الأمريكية توضح بشكل كبير كيف تمت التفاهمات ما بين واشنطن ورياض. نستمع. Saudi Arabia has made very clear that as part of any normalization deal with Israel, they have two requirements. One, calm in Gaza, and two, a path to an independent Palestinian state. طيب لا أعلم إذا كان الصوت قد أصبح جيدا، لنعود لدكتور مرة أخرى. دكتور هل تسمعني؟ وضوح، تسمعيني بوضوح؟ نعم تفضل دكتور. كان السؤال المطروح أيضا دكتور بالتأكيد المملكة العربية السعودية تريد أن تحافظ على مصالحها وشراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا هناك حديث عن الدور القائد للسعودية في المحور العربي والإسلامي وما يفرضه عليها من التزامات. كيف يمكن أن يعني تحدث المملكة العربية السعودية هذا التوازن الذي يبدو صعبا؟ لا شك أن بالنسبة إلى إسرائيل أكبر حلم هو أن تطبع مع المملكة. إقامة علاقات مع الرياض هو أقصى ما تتمناه، لأن عدم إقامة علاقات تعترف بوجود إسرائيل من قبل الدولة الرائدة في العالمين العربي والإسلامي بالنسبة لإسرائيل مشكلة وجودية. المملكة العربية السعودية لديها رؤية واضحة للسلام، وهي أن يكون الفلسطينيون يعيشون في أراضيهم باستقرار وسلام دون تنفجر بين وقت وآخر. إقامة دولة فلسطينية هو مطلب لدى المملكة العربية السعودية باعتبار أن دولة ذات اقتصاد قوي، دولة تحتضن المقدسات الإسلامية، ودولة هي أصل القبائل العربية، يعني الدولة الوحيدة التي تحمل اسم العروبة في اسمها بشكل رسمي سعودي أرابيا. لذلك المملكة عندها التزاماتها كدولة. طيب هذا هو طموح المملكة العربية السعودية والثوابت التي تتحدث عنها، ولكن ألا تصطدم هذه الثوابت بنهج نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية في التفكير؟ هو يفضل دائما نهج الاتفاقيات الثنائية كما حدث في اتفاقيات إبرامز، هو أيضا لا يريد حل الدولتين. كيف يمكن أن تصمد هذه الطموحات السعودية أمام هذا الموقف المتعلق بحكومة نتنياهو؟ كما ذكرت في مقالي الأخير في المجلة أن نتنياهو يصر على أن اتفاقيات ثنائية حتى لو كان مفاوضات واحدة كما حدث في اتفاقات إبراهام. المملكة العربية السعودية تقدم ما لديها أمام الجميع، لديها رؤية واضحة. نتنياهو أو أي حكومة يمينية إسرائيلية أخرى لا تريد أن تقدم شيئا. المملكة العربية السعودية لا أتوقع من خلال رؤيتي كمحلل، أنا لست مسؤولا رسميا، من خلال قراءتي المملكة العربية السعودية واضحة في وهي الولايات المتحدة. إذا أرادت حكومة نتنياهو أو أي حكومة تخلفها في الفترة القادمة أن علاقة مع المملكة العربية السعودية، أي أن تصبح لديها بوابة لعلاقات مع دول أخرى، عليها أن تقدم شيئا ملموسا يضمن حق الشعب الفلسطيني. بمعنى نعم. أن نتنياهو ليس هو من يقرر نيابة عن المملكة ما سيحدث في المستقبل. نعم دكتور عبد الله فيصل الربح، شكرا لمشاركة حضرتك معنا في خارج الصندوق.
ما هي العروبة الحضارية التي تحدث عنها الرئيس الأسد؟ نتحدث عن هذا المقطع وهذه التصريحات في خارج الصندوق بعد قليل. تاريخيا لطالما ارتبط اسم دمشق بالعروبة، حتى أن حزب البعث الحاكم في سوريا أساسا اسمه مرتبط بالعروبة، هو اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي. لكن كلنا نعلم أنه منذ عام 2001 بدأت تتعالى العديد من الأصوات، 2011 بدأت تتعالى بعض الأصوات في الأوساط السورية التي كانت تستخدم نغمة تبدو متشددة إن صح التعبير، تطالب بالابتعاد عن العروبة والعرب. لكننا نتحدث اليوم عن موقف لافت للنظر، الخطاب الأخير للرئيس السوري بشار الأسد، يبدو فيه التركيز الكبير على فكرة العروبة، وربما طرح ما يمكن اعتباره منظور جديد للعروبة. خصص الأسد جزء كبير جدا من كلمته خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب، وذكر كلمة عروبة 18 مرة. ستبقى العروبة هي أساس فكرنا وتوجهاتنا وانتمائنا الفطري والطبيعي، لأن العروبة بالنسبة لنا هي العمود الفقري الذي يحمل مكونات المجتمع، وعندما ينهار العمود الفقري تتفكك الروابط بين الأعضاء وينهار الجسد كاملا. الأسد أيضا تحدث عن مفهوم جديد للعروبة، أو ما اسمها العروبة الحضارية، وهي بنظره عبارة عن عروبة شاملة مبنية على فكرة التنوع العرقي والديني. ربما يعتقد البعض أن هذا نوع من التنظير السياسي، ولكنه يحمل أفكار يمكن أن تكون بالفعل خارج الصندوق. نستمع إليه. العروبة التي نتحدث عنها دائما هي العروبة الحضارية الشاملة المبنية على التنوع العرقي وعلى التنوع الديني، وهذا يعني أن العروبة الحضارية تعني الاندماج بين المكونات ولا تعني الذوبان، بالعكس تعني الحفاظ على مكون كل هوية من الهويات في مجتمعنا. ينضم إلينا من الكويت السيد سامي النصف وزير الإعلام الأسبق. مرحبا بك دكتور سامي معنا. ربما استمعت إلى ما قاله الرئيس بشار الأسد، بداية أريد تعقيب من حضرتك، لأن ما قاله يعتبر بالفعل خارج الصندوق، خاصة مع ما اعتدنا عليه السنوات الماضية. مساء الخير أخت رشا. مساء الخير. نعم الكلام هذا كلام جميل، إنما يعني للموضوعية أتى هذا الحديث ضمن خطاب طويل كان يتحدث به الرئيس بشار كأمين عام لحزب البعث، وبمناسبة متصلة بحزب البعث، ومعروف أن حزب البعث شعاره أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة وأهدافه وحدة حرية اشتراكية، فكان الكلام بالأغلب يتكلم عن هذه الأمور، تطرق الرئيس للاشتراكية، تطرق للحرية، تطرق للوحدة، ومن ثم ضمن هذا السياق كان الحديث عن العروبة ومفهوم العروبة المتطور، وإن كنا نأمل أن تكون هذه بادرة خير. يعني إذا نظرنا للخطاب فقط كخطاب يمكن تبريره إما بنوايا وتوجهات جديدة، وإما أن يكون ضمن سياق الأدلجة والتنظير اللي يلقيه كأمين للحزب. إنما هناك معطيات أخرى إضافة للخطاب، يعني هناك ما كتب بصحيفة روسية الإزفستيا قبل أيام من أن هناك انفتاح سوري على حتى الولايات المتحدة، هناك محللين تطرقوا لقضية إشكالات قائمة بين سوريا وحليفها الإقليمي إيران على معطى ما حدث بالقنصلية في دمشق وقضايا حتى الدين الإيراني وغيره. وبالتالي إذا جمعنا هذه الأمور نقول أنه ضمن التفكير خارج الصندوق اللي تفضلت فيه، نحن علينا كعرب كذلك أن نتوجه بتفكير خارج الصندوق اتجاه القيادة السورية،
واتجاه محاولة إرجاع اللحمة بين العرب وقلب العروبة النابض اللي هي سوريا، ضمن معطيات كثيرة، منها أولا أن ننظر إلى مخاوف النظام ونجد الطمأنة لها، نجد لها الحلول. يعني ما الذي يخوف النظام في سوريا مثلا من الانفتاح على المحيط العربي أو حتى على محاولة الوصول إلى حلول مع الشعب السوري المهجر؟ القطيعة في الحقيقة تركت ما تركته من بصمات، خاصة وأن كان هناك نظام وكانت هناك معارضة وتم دعم هذه المعارضة في سنوات كثيرة، هناك بصمات لهذه القطيعة، كيف يمكن التعامل معها؟ كلام صحيح جدا. الطريقة هناك الحل الراوندي، حل راواندا. راواندا كان بها خلال سنة قتلى يقاربون 1,000,000 من التوتسي، والآن راواندا من أفضل الدول بأفريقيا لأنها يعني قامت بعمليات مصالحة وقامت بقضية نسيان الماضي. لو أبقى هذا الدفتر مفتوح لن ننتهي ولا حتى 100 عام. وبالتالي نذكر أنه حتى بتاريخ العرب يعني حروب على أشياء تافهة تمت 40 عام. هذه المرة ضمن التفكير خارج الصندوق، على الجميع أن يتناسى الماضي، على الجميع أن يبدأ بما أسميه حتى السلام الاقتصادي، محاولة معرفة المخاوف وإيجاد الحلول لها. وهذه للمعلومة روشتا تصلح لسوريا ولباقي المشاكل العربية وحتى للتعامل مع الإسرائيليين. وبالمناسبة هو في خطابه ركز للمقاطعة ركز بشكل كبير على الجانب الاقتصادي في سوريا وشرح العديد من الأوضاع الاقتصادية، فحضرتك ترى أن هذه ربما تكون اليد الذي يمكن أن تبني علاقة جيدة وهي مسألة التعاون الاقتصادي؟ تماما، لأنه هو تكلم عن قضية طبعا الاشتراكية قال أن لها أشكال، تكلم عن دعم القطاع الخاص، تكلم عن المعاناة، عن العملة. نعلم أنه مثلا 1,000,000 ليرة سورية كانت لسنوات تعادل حوالي 20,000 دولار، الآن أقل من 100 دولار، وبالتالي هناك تضخم، هناك معاناة، هناك بطالة، وبالتالي كل هذه الأمور اللي تطلق لها الرئيس بشار يمكن أن تكون مدخل لعلاقة جديدة، علاقة حتى لا تفرض أجندات. نحن لا نطلب منه كعرب أن يغير علاقته مع هذا الطرف أو ذاك. الإشكال أن هناك ما لا يقل عن 5 مشاريع ضمن الداخل السوري ليس منها مشروع عربي، هناك مشروع تركي، إيراني، روسي، أمريكي، حتى إسرائيلي، لأنه لا يوجد مشروع عربي. أنا أعتقد المشروع العربي الأفضل هو مشروع سمو الأمير محمد بن سلمان عندما تحدث عن خطوات للسلام، عندما تحدث عن أوروبا جديدة بالشرق الأوسط تقوم على السلام، وبالتالي هذا المشروع اللي يمكن لنا كعرب وكدول خليجية. الآن قبل أيام كذلك كان هناك انفتاح سوري على المشاريع الإماراتية، ويمكن لهذا الباب أن يتوسع، ويمكن لنا أن يعني نبني علاقة. طيب تتذكر حضرتك أننا كنا سويا في تغطية العربية للقمة، كنت أنا مع حضرتك على الهواء في تغطية القمة العربية التي عادت بها سوريا إلى الجامعة العربية، يومها كان الحديث عن أن التعامل سيكون خطوة بخطوة، تتذكر حضرتك هذا التعبير؟ صحيح، تمام جدا. وهذا ما يفترض، إنما علينا أن نكون مبادر. هل قدم الأسد الخطوة؟ هذا ما كنت أقصد. علينا أن نكون، والله يعني حتى لو لم لربما هذه ويعني هذا الخطاب قد يكون الخطوة. المهم أن نتلقى الخطوة ونبادلها بخطوات، لأن هناك معاناة ضخمة في سوريا ولدى الشعب السوري، وهناك مهجرين، وبالتالي أن نترك سوريا لقدرها أعتقد ليس هناك حكمة بهذا الأمر. علينا أن نبادر حتى لو لم يبادر الرئيس الأسد، ونضع نصب أعيننا مصلحة سوريا، مصلحة كامل سوريا، يعني شعبها. يعني ما تطرحه حضرتك النهاردة الحقيقة وكافة مكونات معالي الوزير يمكن أن يسمى بالمعالجة الناعمة الذكية. شكرا لك من الكويت السيد سامي النصف وزير الإعلام الأسبق، تحياتي. ووصلنا لختام هذه الحلقة من خارج الصندوق، نلقاكم على خير غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.